دايما لما بنيجي نتكلم بنيجي نتكلم في مشاكل ومين عمل ايه ومين خلى ايه ومين سوى ايه، ولكن حلقه النهارده هتكون اكتر شويه لكره القدم. زي ما حضراتكم عارفين نادي الزمالك الان بيلعب في دور دوري المجموعات في البطوله الكونفدراليه. نادي الزمالك ما زال فائز على فريق النصر حسين داي قبل لغايه قبل ما اخش، يعني ما زالت النتيجه 1-0. هقول لحضراتكم النتيجه بعد نهايه المباراه. لكن نرجع نتكلم عن الاكبر او عن الافضل او عن الاساس، نادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيزعل الناس لما بيتغلب، بيزعل الاهلاويه لما بيتغلب، ولكن الاهلاويه مش زعلانين علشان النادي الاهلي اتغلب في مباراته الاخيره، لان احنا عندنا جمهور واعي وجمهور بيعرف يفكر ازاي، وبالتالي الجمهور مش زعلان من الهزيمه، ولكن زعلان من المستوى كمان اللي ظهر بيه معظم لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. بالمناسبه لما تيجي تفكر كده قبل المباراه تقول ان احنا المباراه دي صعبه جدا بالنسبه لنا لظروف كثيره جدا جدا، ظروف الطقس مفروض ان احنا افريقيا متعودين عليها، اللي هي سواء الرطوبه او الحراره او كذا او كذا، ولكنها بتؤثر بشكل سلبي على اداء اي لاعب. ولو سمحتوا لما اقول انا بكلم حضراتكم بكلمكم يعني حاجه حصلت معانا احنا واحنا في الملعب، فعشان كده لما بتكلم مع حضراتكم صدقوني انا بتكلم بمنتهى الصدق، بتكلم بمنتهى الصدق. فعشان كده انا دايما لما اجي اتكلم معاكم اقول لكم ايه اللي كان بيحصل معانا. بيبقى في حراره وبيبقى في رطوبه، ولكن في النهايه فريق النادي الاهلي ادى اداء لم يكن في حسبان الجميع. الكل كان يتخيل ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على سيمبا، خصوصا بعد فوزه الاخير هنا في القاهره 5-0 والاداء الرائع. كسبنا 5-0 في المباراه الاولى والثالثه في دوري المجموعات، ولكن في نفس الوقت كان الاداء في الشوط الاول اداء رائعا، والشوط الثاني تراجع النادي الاهلي بسبب اللياقه البدنيه وقله اللياقه البدنيه وعوامل اللياقه البدنيه وعوامل الاجهاد وعوامل كذا وكذا وكذا. فالناس كانت مبسوطه بالاداء وبالنتيجه. النهارده او بعد مباراه امس وهزيمه النادي الاهلي من تسيمبا بهدف مقابل لا شيء، الناس زعلانه طبعا من الهزيمه، ولكن الزعل الاكثر على شكل واداء اللاعبين. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان افضل وقت كان يتغلب فيه النادي الاهلي وان يظهر بهذا المستوى هي مباراه سيمبا. ما قدامناش حاجة تانية نتغلب فيها، أو قدامناش لا قدر الله حاجة تانية ممكن نظهر بهذا المستوى. مباريات الدوري زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباراة إن شاء الله، النادي الأهلي عنده مباراة يوم السبت القادم أمام الإنتاج الحربي، هنتكلم عنها كتير النهاردة وكيفية الاستعداد في ظل الأزمات اللي موجودة أو في ظل التعب اللي موجود مع أو عند لاعيبة النادي الأهلي. ولكن اللي بقوله لحضراتكم إن الصعب دايما بيخلي لاعيبة النادي الأهلي وبيخلي جمهور النادي الأهلي يقف على رجله مرة تانية ويعرف قد إيه إن هو أثر كلاعب في حق ناديه في المباراة السابقة. المباراة السابقة هي جرس أو شدت أذن كده لكل لاعبي النادي الأهلي وللجهاز الفني للنادي الأهلي في هذه المباراة، لأنه دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم إن ممكن تتغلب في أي مباراة، ولكن المباراة السابقة دي هي إن أنت تتغلب بشكل مثالي بصراحة. يعني ما ينفعش تتغلب في مباراة فيتا كلاب مثلا، ما ينفعش تتغلب في مباراة الشبيبة الثورة الأخيرة في البطولة الأفريقية، ما ينفعش تتغلب في الإنتاج الحربي، مش ما ينفعش تتغلب، ما ينفعش تؤدي بهذا الشكل وبهذا الأداء، ولكن تكسب أو تغلب دي حاجة يعني بتاعت ربنا وبمجهودك داخل الملعب. فعشان كده بقول لحضراتكم أنا عارف إن حضراتكم زعلانين، أنا عارف إن حضراتكم متضايقين بسبب هزيمة النادي الأهلي وبسبب سوء الأداء من معظم اللاعبين اللي كانوا متواجدين على أرض الملعب في هذه المباراة ومن الجهاز الفني، ولكن في النهاية حضراتكم كجمهور أنتوا الأساس في كل شيء، وأنا دايماً بأكرر هذه الكلمة لأن أنتوا بالفعل الأساس في كل شيء، وأنتوا سبب كل فرحه لعيبه النادي الاهلي، وانتوا سبب اي زعل بيزعله لعيبه النادي الاهلي، لانه في النهايه اي لعيب بيعرف قد ايه هو كويس او وحش من خلال حضراتكم، من خلال الجمهور، سواء مفيش جمهور كتير بيخش الملاعب، ولكن من خلال السوشيال ميديا، من خلال الشارع لما تقابلوا لعيبه الكوره في الشارع، لعيبه النادي الاهلي في الشارع، في التمرين، في كذا.